لما بيكون لك يعني إنسان حاجة بتروح له على بيته. الليلة ليلة نصف من شعبان، وأكيد لنا حاجات عند الله عز وجل، فأنا بقترح عليك تروح لبيت من بيوت الله عز وجل وتذهب له ماشيا وتطلب من الله حاجاتك. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن عمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. فتروح لبيت من بيوت الله وتطلب من الله ما تشاء. ربنا كريم.